بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة الفرصة اللي احنا فيها النهاردة اللي وزارة التربية والتعليم بتنتظرها من العام للعام، لازم أتقدم بالتهنئة لأبناء الطلاب في نهاية ماراثون الثانوية العامة، وهي وعايز أقول لهم إن شاء الله لما تلتحقوا في الجامعة هتعرفوا أن الثانوية العامة كانت أمر يسير، وطبعاً بتمنى لهم في الحياة الجامعية رحلة موفقة وإثبات الوجود، وده الحاجة المهمة جداً. رسالتي لأولياء الأمور في هذا اليوم الحقيقة أن أنتوا لازم تثقوا أكتر في أبنائكم وتتركوهم يدرسوا ويلتحقوا بالمجال الذي يرغبون فيه، لأن ده اللي هيحقق لهم التميز. وبقول لأبنائي اللي ما حالفهمش الحظ إن شاء الله حظ موفق في العام القادم بإذن الله. لازم في البداية أتقدم بالشكر لجهات كتيرة قوي شاركت مع وزارة التربية والتعليم في إتمام امتحان الثانوية العامة. فإحنا عندنا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وعندنا التموين والكهرباء والاتصالات والصحة والأوقاف، وكمان بالأخص مباحث الإنترنت اللي كان لها تعاون كبير معانا في عملية الامتحانية في رصد بعض الحالات. طبعاً ما ينفعش أبداً ما نشكرش الفريق الكبير قوي اللي كان معانا من داخل وزارة التربية والتعليم، الشؤون القانونية على الجهد اللي بذلته الحقيقة، والأمن أيضاً، سواء الأمن داخل لجان الأمن الإداري أو الأمن في غرفة العمليات، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي الحقيقة أستاذ دكتور رمضان، والإدارة العامة للامتحانات وما بذلته من جهد في غرف العمليات. أنا عايز أقول لكم إن العملية مش بسيطة أبداً في العدد الكبير جداً اللي كان بيدار ده منظومة كبيرة متكاملة، إن كل طالب يوصله ورقة الامتحان بتاعته الخاصة بيه، لحوالي يعني ما يقرب من 800 ألف طالب. ده عمل شاق جداً وعمل منظم ودقيق، ولو في أي خلل كان هيبقى فيه مشكلة في أداء الامتحان نفسه. فالحقيقة عندنا الإعلام أيضاً من الوزارة التربية والتعليم، عندنا الإدارة المركزية للتكنولوجيا اللي كان لها دور، الشؤون الإدارية أيضاً لها دور، كل الحقيقة منظومة متكاملة أدت لنجاح العملية. طبعاً مدير المديريات ورؤساء غرف العمليات، ده واحد من الناس اللي كانوا لهم جهد أيضاً في إتمام عملية الامتحان بالشكل اللي احنا شايفينه. عايز بس بسرعة أبدأ نستعرض مع بعض المؤشرات البسيطة اللي بتورينا حجم العمل في الثانوية العامة. اتقدم للامتحان 763,200,206، حاضر 759,676، عدد الناجحين 598,723، عدد الطلاب اللي لهم دور ثاني السنة دي 118,605. بعد كده عدد المتقدمين والحاضرين لو قسمناهم بنون وبنات، زي ما انتم شايفين نسبة النجاح للبنون 80.6%، والبنات 77.4%، والإجمالي نسبة النجاح هذا العام هي 78.8%. الحقيقة الجدول اللي شايفينه حضراتكم أمامكم هو بيعكس مستويات النسب المئوية للنجاح عبر السنوات المختلفة. لو خدنا السنة العام الماضي كانت 74.5%، هذا العام اللي هو 22-23 78.8%، يعني أفضل كثير، يعني بمعدل 5% تقريبا عن العام الماضي. اللي بعده نوعية المدارس، لما نيجي نبص فيها نسب النجاح السنة والعام 84%، الرسم اللغات 88.6%، خاص معان 90.4%، مدارس خاصة بمصروفات 70%، مدارس خاصة لغات 91.5%، النسبة العامة زي ما انتم شايفين 78.81%.
عندنا طلبة حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، لكن ما فيش حد حصل في المجموع الكلي أبدا على الدرجة النهائية. وبالتالي بنقدر نقول لما في طلبة بتحصل على الدرجة النهائية ده بيدينا مؤشر إن في صدق للامتحان وقدرة تمييزية للامتحان. زي ما في ناس ما وفقتش، في ناس جابت الدرجة النهائية في الامتحان، فده الأعداد بتاعتها. الحقيقة أنا يهمني الحقيقة الشرائح، ودي لازم نقف قدامها جامد جدا. المجموع 100% لم يحصل عليه أحد، من 95 لأقل من 100. العام الماضي كان 53، العام الحالي 39 من 100. ننزل على الشريحة من 90 لأقل من 95. العام الماضي 74 76 من 100، السنة دي 3.6 من 100، ومن 85 إلى أقل من 90 6.99، بقت أصبحت العام الحالي 6، وهكذا من 80 إلى أقل من 85 كان العام الماضي 9.68، 8.84 هذا العام، من 75 إلى أقل من 80 11.94 هذا العام، 11.71، من 70 إلى أقل من 75 15.1، السنة دي 14.43 من 100، من 65 إلى أقل من 70 العام الماضي 16.35 هذا العام 16.14 من 100، من 60 إلى أقل من 65 العام الماضي 16.96 العام الحالي 15.91. إلى أقل من 60، أقل من 60 كان عندنا العدد، نعم كم؟ 12.41، السنة دي 13. عايزين نعمل قراءة متأنية للجدول اللي أمام حضراتكم، إن النسب المئوية للحصول على الدرجات في الشرائح المختلفة أقل قليلا من العام الماضي، وده أكيد هيدينا مؤشر إن ممكن عدد الطلب التنسيق يعني يبقى أقل قليلا من العام الماضي بدليل النسب اللي قدام حضراتكم، ودي واحدة من الحاجات المهمة اللي لازم حضراتكم تبقوا إيه عارفينها. اللي بعده، النسبة المئوية حسب الشعبة. الشعبة العلمية علوم 78.62 من 100، الشعبة العلمية رياضيات 79.78 من 100، الشعبة الأدبية 78.74 من 100. الحقيقة هنعرض بعد كده اللي هو ندخل على أسماء الأوائل الثانوية العامة السنة دي، اللي هم عددهم 30 على الثانوية العامة، علم علوم وعلم رياضة وأدبي، وعندنا 2 لمدارس استم، وعندنا 3 دمج، وعندنا 1 مكفوفين. يعني جملة الأوائل على مستوى الثانوية العامة هذا العام 36. وعايز أقول قبل ما نعرض أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية إن إحنا حددناهم بالمجموع الكلي إلى المجموع المواد التي لا تضاف للمجموع. أنا عايز أدي أهمية لهذه المواد، فإحنا جمعنا طلب مجموع الطالب على مجموع المواد التي لا تدخل في المجموع، هي اللي حددت لنا قائمة الأوائل على مستوى الثانوية العامة. وده واحد من الحاجات اللي لازم ندي أهمية لهذه المواد، إذ هي ما بتدخلش في المجموع لكن هتحدد مين الأول وترتب الناس الأوائل. فده اللي واحد من الحاجات اللي عملناها هذا العام، وده شيء محمود الحقيقة إن احنا نشتغل عليه. نبدأ مع بعض. كان عشان بس أوريكم حجم العمل، عدد لجان سير امتحان الثانوية العامة هذا العام كان 2098 لجنة، عدد الطلاب 785.7، عدد المراقبين كان 12136، عدد الملاحظين اللي لازم أقدم لهم الشكر والتقدير وكل من شارك معنا وتحمل العبء كان عددهم 100,815، وعدد المعاونين 16,869،
وعدد أعضاء الأمن كان 8409، وعدد الأعضاء القانونيين كان 1166. ده الحقيقة يوري لك حجم العمل كان شكله إيه في هذا الإطار. عايز بس بسرعة شديدة جداً نقول الشؤون القانونية عملت إيه هذا العام. الشؤون القانونية بحثت 756 قضية، 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة، ومتوزعين على 27 إيه محافظة. مش هقول بقى في كل محافظة كان عندنا كام. بالنسبة للمخالفات كان عندنا أجهزة حديثة، تليفون، سماعة سمارت، الأخ بإجمالي 479 قضية. يعني مش عايز أقول أكثر المحافظات اللي كان فيها بعض المخالفات كانت كفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة وبني سويف. موضوعات تتعلق بالغش والنشر على مواقع التواصل اللي كنا في غرفة العمليات لا تتعدى الدقائق وبيتمسك الطالب، وهنا لازم أفرق ما بين التسريب والغش الإلكتروني. يا جماعة بعد إذن حضراتكم عشان المصطلح ده يهمنا كلنا، التسريب هو أن الامتحان يطلع قبل انعقاده، وهذا لم يحدث حتى من بعد حادثة 2016. فيش امتحان طلع قبل موعده، ولكن بعد ما الامتحان بيبدأ بعض الطلاب بيصور ورقة، بيصور ورقتين، بيصور سؤال، وطبعا عندنا باركود موجود. الباركود اللي موجود على ورقة الأسئلة في خلال 5 دقائق بيكون الطالب ممسوك ومعمول له محضر، والشؤون القانونية تبدأ تشتغل معاه. ده الحقيقة في عندنا حالات تتعلق بأعمال سير الامتحانات بإجمالي 68 قضية. في عندنا حالات تتعلق بالتمزيق وتبديل وهروب بكراسة الإجابة 39 قضية. حالات تعدي وشغب بإجمالي 18 قضية. حالات مرضية وتوتر بإجمالي 10 حالات. هنا يوري لك حجم العمل وإن في منظومة بتشتغل إزاي. الشؤون القانونية خلصت هذا الكلام قبل ما نعلن النتيجة، فده الحقيقة إنجاز مهم جدا عندنا. بالنسبة للطلاب عندنا 812 طالب المخالفين. مش عايز أقول بقى على رأس، يعني أبدأ أرتب المحافظات مين أكتر محافظات كان فيها هذا الأمر. إحنا تم إحالة 641 طالب إلى النيابة العامة وفق القانون، وده لأنهم شيروا ويعني شيروا الأسئلة خلال مواقع التواصل، وبالتالي عدد الملاحظين المخالفين برضو إذا كان الطلاب إحنا مسيطرين، فإحنا كمان الطلاب المعلمين أو الملاحظ، أنا عايز أقول الملاحظين عددهم 199 ملاحظ الحقيقة كانوا برضو اتحولوا للشؤون القانونية. أنا عايز أقول بس حاجة بسيطة مهمة جدا، هي الثانوية العامة هذا العام إيه اللي حصل فيها. يعني الثانوية العامة بدأت الامتحان، كنا زمان بنشكل لجنة فنية توضع الامتحان، لا الامتحان بيسحب من بنك الأسئلة، ووزارة وجمهورية مصر العربية لديها بنوك أسئلة نسحب منها الامتحان، نرجع نشكل لجنة تراجع الامتحان عشان تدي أمر طبع. إذن ما فيش لجنة فنية بتألف الامتحان ولا بتعد الامتحان، هي فقط بتعمل إيه؟ بتراجع الامتحان، صورة ما تكونش منضبطة، يعني لفظ ما يبقاش في مكانه. فده واحد بس من الحاجات اللي كنا بنعمل. بعد كده بعد ما الامتحان يتم في نفس اليوم تشكل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة على أساس هل يا ترى في سؤال كان له إجابتين، هل يا ترى في سؤال ممكن ما يبقاش مرتبط بنواتج التعلم وهكذا. ولذلك الحمد لله كانت حاجات بسيطة جدا. أنا عايز أقول للناس كلها العشر خبراء حددوه أخذنا بيه، مش هنسمع كلام حد، احنا عندنا خبراءنا اللي قالوا يعني مثلا في مادة زي الأحياء كان في بديلين ينفعوا إدناهم في بعض حاجات طفيفة جدا علشان نضمن حقوق أولادنا في هذا الموضوع. إذن اللجنة اللي رجعت نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح، لن نبدأ التصحيح إلا بعد التقرير من العشر خبراء في كل مادة علشان نضمن إن المسطرة سليمة ونشتغل بيها. ده الحقيقة اللي أنا عايز أكد عليه معاك ومع حضراتكم. الحاجة الثانية بقى
ان في كاميرات موجوده في اللجان، وكنا بنشتغل مع غرفه العمليات مباشره، يعني ما بننتظرش لما الامتحان يخلص. غرفه اللي قاعدين على الكاميرات يبقى يبلغونا بما يتم، ويبدا يتاخد الموقف مباشره عليها على طول في هذا الاطار. قبل اجراء الامتحانات خدنا مجموعه اجراءات. منعنا التحويل للصف الثالث الثانوي الى بصفه عامه الا من خلال لجنه مركزيه بوزاره التربيه والتعليم. اللجان اللي فيها شغب منعنا فيها عقد اللجان. اقول لكم على حاجه، كنا بنغير رؤساء اللجان بواقع كل يومين، بنغير رئيس اللجنه. فالحقيقه كل الامور دي لو انتم لاحظتوا في النتيجه والشرايح هتلاقيها متزنه وطبيعيه. صححنا، عدنا تصحيح بعض اللجان بناء على رئيس اللجان او المصححين لما قالوا لنا، علشان نضمن ان كل واحد من اولادنا المجتهد ياخد نصيبه. وده الحقيقه كلها اجراءات عشان نضمن يعني نقول عليها التكافؤ او العداله وتكافؤ الفرص والشفافيه ايضا في هذا الاطار. انا مره ثانيه لازم اشكر كل العاملين معايا في وزاره التربيه والتعليم، لازم نشكر الساده مدير المديريات وكل الادارات وايضا الوزارات اللي كان لها الصله معانا في العمليه الامتحانيه. نيجي بعد كده نتكلم بقى على اولادنا اللي بنحتفل بيهم، اللي انا فخور بيهم الحقيقه ان حصلوا على درجات حقيقيه طبيعيه ومتوزعين على الجمهوريه كلها، مش متمركزين في مكان معين ولا حاجه ولا في لجنه بعينها ولا احنا نلاقي قوائم لناس معينه، لا ده لم يحدث هذا العام. وعايز اطمن الناس ان الاجراءات كانت ماشيه بشكل قوي جدا. نبدا نستعرض مع بعض اوائل الثانويه العامه لشعبه علمي علوم. محمود محمد عبد الفتاح احمد الاول على الشعبه العلميه علوم بمجموع 403، محافظه اسيوط، اداره البداري، اسم المدرسه البداري الثانويه المشتركه. زياد عادل السعيد محمد المركز الثاني، المجموع 403، المحافظه البحيره، الاداره ابو المطامير، اسم المدرسه حامد عبد الرازق الثانويه المشترك. الشعبه العلميه علوم ايضا ما زلنا فيها، اميمه محمود احمد عبد الله صالح المركز الثالث بمجموع 402، المحافظه الدقهليه اجا، اسم المدرسه برج النور الحمص الثانويه المشترك. كرولوس نوناي يعقوب فانوس المركز الرابع بمجموع 402، المحافظه المنيا، الاداره المنيا، اسم المدرسه فصول ثلاث ثانويه المشترك. معاذ عاطف عبد الفتاح سلامه المركز الخامس بمجموع 401.5، المحافظه بني سويف، الاداره بني سويف، اسم المدرسه الدعوه الاسلاميه الثانويه الخاصه بنين. كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام المركز السادس بمجموع 401، المحافظه البحيره، الاداره التحرير، اسم المدرسه بدر الثانويه بنين. حسن شفيق الحادق المركز السابع، المجموع 401، المحافظه دمياط، الاداره الروضه، اسم المدرسه الشهيد ماهر رخا الثانوي. كريم محمود رمزي احمد محمد خالد المركز الثامن، المجموع 405.5، المحافظه الدقهليه، الاداره بني عبيد، اسم المدرسه شهداء بني عبيد الثانويه المشترك. محمد التميمي محمد جوهر المركز التاسع، المجموع 400.5، المحافظه الدقهليه، الاداره المنزله، اسم المدرسه المنزله الثانويه بنين. الاستاذ خالد بيقول لي طب ما دول نفس المجموع، ده المجموع المحسوب لك، لكن لما هنضيف عليه المواد التي لا تضاف للمجموع هي اللي رجحت محمد، خلته في المركز التاسع وابقت على المركز العاشر لابننا اللي قبل ده على طول. ماشي، يعني المجموع متشابه لكن الترتيب اختلف
ويرجع ذلك إلى إضافة المواد التي لا تضاف للمجموع هي اللي كانت واخدة الناحية الترجيحية لمين يبقى ترتيبه عن الآخر. عشان كده لا عندنا مكرر، عندنا 10 أوائل في كل شعبة، ما فيش مكررين. ياسمين شريف حسني عبد القادر، المركز 10، المجموع 400، المحافظة القاهرة، الإدارة المعادي، اسم المدرسة الشروق الخاصة. نبدأ ننقل على علم رياضة. تفضل. باسل محمد بكر شعيب، المركز 1، المجموع 407، المحافظة دمياط، الإدارة دمياط، اسم المدرسة سيدة المحبة الإلهية الثانوية الخاصة لغات. محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل، المركز 2، المجموع 406.5، المحافظة القاهرة، الإدارة عين شمس، اسم المدرسة المتفوقين الثانوية بنين. أسامة وبعدين أروى حسام مدحت محمد فوزي، المركز 3، المجموع 406، المحافظة القاهرة الويلي، اسم المدرسة كلية رمسيس للبنات. أسامة محمد يوسف شبل نصار، المركز 4، المجموع 405.5، المحافظة المنوفية، الإدارة شبين الكوم، اسم المدرسة التربية الإسلامية الخاصة بشبين الكوم. الرابع مكرر بروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي، المجموع 405.5، المحافظة بورسعيد، الإدارة جنوب بورسعيد، اسم المدرسة الفيروز الحديث عربي ثانوي. دول تساووا في الدرجات، المجموع الأساسي ومجموع المواد اللي بره المجموع، فاضطرينا لازم نحفظ لهم حقهم، فعشان كده مكرر. محمود أشرف السيد أبو حادي، المركز 6، المجموع 405.5، الغربية، إدارة باسيون، اسم المدرسة أنس بن مالك الثانوية المشتركة بكرانشو. المركز 7، زياد محمد سعد حماد، المجموع 405، الأليوبية، الإدارة العبور، اسم المدرسة العبور الثانوية بنين. إبرام جميل حنين جاد، المركز 8، المجموع 405، المحافظة أسيوط، الإدارة أسيوط، اسم المدرسة ناصر الثانوية العسكرية. مرقص شنودة محارب راغب، المركز 9، بمجموع 404.5، المحافظة القاهرة، الإدارة النزهة، اسم المدرسة طبر الحجاز الثانوية العسكرية بنين. مارسيلينو سامر سعيد سيدهم، المركز 10، المجموع 404.5، المحافظة الغربية، إدارة شرق طنطا، اسم المدرسة السلام الثانوية الخاصة لغات. أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للشعبة أدبي. فايزة علي محمد محمود، المركز 1، بمجموع 392.5، المحافظة الجيزة، الإدارة منشأة القناطر، اسم المدرسة المصطفى الثانوية المشتركة بنات. عمرو خالد ناصر عفيفي، المركز 2، المجموع 391.5، المحافظة القاهرة، الإدارة القاهرة الجديدة، اسم المدرسة قايتباي الخاصة لغات. فرح محمد أدر إبراهيم حسن، المركز 3، المجموع 390.5، المحافظة الإسكندرية، الإدارة برج العرب، اسم المدرسة الصفوة الثانوية لغات. محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب، المركز 4، مجموع 390.5، المحافظة الجيزة، الإدارة الهرم، اسم المدرسة الأهرامات الخاصة لغات بنين. عز الدين أحمد العوض رزق، المركز 5، المجموع 398.5، المحافظة القاهرة، الإدارة القاهرة الجديدة، اسم المدرسة البطل الشهيد محمد وحيد. الشعبة الأدبية نسمة محمد سليمان جسار، المركز 6، المجموع 389.5، المحافظة الغربية، الإدارة شرق طنطا، اسم المدرسة قاسم أمين الثانوية بنات.
عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي، المركز السابع بمجموع 388.5، القاهرة، إدارة القاهرة الجديدة، اسم المدرسة المصرية لغات. ندى عمر السيد محمد، المركز الثامن بمجموع 387.5، المحافظة الجيزة، الإدارة العجوزة، اسم المدرسة العجوزة الثانوية بنات. معاذ عبد الرحيم أحمد يونس، المركز التاسع المجموع 387، المحافظة الجيزة، الإدارة الدقي، اسم المدرسة الأمان الثانوية بنين. سيف علاء الدين محمد صدق إبراهيم، المركز العاشر المجموع 386.5، المحافظة القاهرة، الإدارة البساتين، اسم المدرسة أمجاد الخاصة لغات ثانوي. مكفوفي الجمهورية، هاجر محمد إبراهيم محمد، المركز الأول المجموع 393، المحافظة أسوان، الإدارة أسوان، اسم المدرسة النور للمكفوفين بنات بأسوان. مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، عندنا شعبة العلوم وشعبة الرياضيات، عمر عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم، الشعبة العلمية علوم، المركز الأول، المجموع 656.59، المحافظة بني سويف، الإدارة بني سويف، اسم المدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف بنين. الشعبة العلمية رياضيات، أدهم محمود حسن فهمي، المركز الأول، المجموع 661.3، المحافظة الإسماعيلية، الإدارة شمال الإسماعيلية، اسم المدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ثانوي بنين بشمال الإسماعيلية. الدمج التعليمي، عندنا 3 من الدمج، أمل سيد محمد عبد الغفار محمد، المركز الأول شعبة العلوم للدمج التعليمي، المجموع 390، المحافظة الشرقية، الإدارة منيا القمح، اسم المدرسة شلشمون الثانوي. شعبة الرياضيات الدمج التعليمي، عبد الرحمن بيومي حسين أحمد عبد الله، المركز الأول، المجموع 390.5، المحافظة الشرقية، الإدارة منيا القمح، اسم المدرسة شلشمون الثانوي. الشعبة الأدبية الدمج التعليمي، علي ماهر صلاح الدين محمد طاهر، المركز الأول، المجموع 406، المحافظة القاهرة، الإدارة الزيتون، اسم المدرسة أمون الخاصة الثانوي. أنا الحقيقة يعني بهني أولادي بهذا، أبناء الطلاب، والحقيقة حرصت أن كل مدير مديرية يجيب أبناء المتفوقين والأوائل علشان نكرمهم النهاردة، وده فضلا عن تكريم تاني هيتم لهم مخصوص، لكن النهاردة في يوم الفرح بتاعهم قصدنا أن احنا نجيبهم معنا النهاردة. أستاذ مصطفى هنخلينا زي ما احنا ونجيبهم هنا واحد وياخد الشهادة ويتحرك لإيه؟ لقدام. الحقيقة أنا عايز أشكر السادة الإعلاميين، والنهاردة مشرفينا، وده يعكس أن احنا الإعلام جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مهم جدا، ودي الحمد لله المشاركة الكبيرة من السادة الإعلاميين معانا النهاردة، ده لازم نوجه لهم الشكر في هذا الإطار، لأن التعليم قضية مجتمع، التعليم قضية مجتمع، وقبل ما تعمل حاجة لازم يبقى في تهيئة للمجتمع بما تأخذه الوزارة من إجراءات. فالحقيقة شكر واجب للسادة الإعلاميين النهاردة الحاضرين معانا. الحقيقة يلا